احنا في المجلس السابق وعدناكم ان نذكر اسماء المدينه المنوره، لان النبي لما هاجر الى المدينه كان اسمها يثرب، ثم بعد ذلك سميت المدينه. اذا اطلقت كلمه المدينه فيبقى الالف واللام للعهد، هي مدينه النبي على طول. تقول للواحد انا في المدينه، خلاص تبقى في المدينه المنوره. لكن لو في مدينه غير المدينه المنوره تقول ايه، انا في مدينه القاهره مثلا، تقول انا في، لازم تذكر. لكن لو قلت المدينه وسكت صارت علم عليها، كلمة المدينة صارت علم عليها. ثم لما نورت به بقت المدينة المنورة، فلها أسماء كثيرة، وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. العجيب أن المدينة كلها تحس أنها من الجنة، جبل أحد من الجنة، روضة النبي من الجنة، وادي العقيق من الجنة، طول ما أنت ماشي في المدينة من الجنة. مكة كلها ما فيهاش من الجنة إلا الحجر الأسود اللي أنت بتلمسه، النقطتين ثلاثة دول الباقيين. مكة كلها على حرمتها وعظمها ما فيهاش من الجنة إلا الحجر الأسود. المدينة بقى طول ما أنت ماشي ماشي في الجنة، لأن النبي حيثما حل كان في الجنة. فهمت بقى؟ فتلاقي إيه مسجده، لأن مسجده مهما اتسع فامتداد الروضة روضة بالحكم بالجوار. يعني افرض الصف اللي انت واقف فيه بدايته في الروضة الشريفة وامتد يمينا ويسارا، كويس، امتداد الصف هياخد حكم الصف، يبقى كأنه صف من الروضة. فهم؟ فأصبح وروضة النبي دي روضة من الجنة، فكأن مسجد النبي بعد كده بقى كله روضة من الجنة خلاص بحكم الجوار. هي الروضة ما بين القبر والمنبر مش كده، لكن بحكم الجوار والاتساع خلاص له حكمه. وبالتالي الرسول صلى الله عليه وسلم يروح وادي العقيق اللي ذي الحليفه منها، جزء منها ذي الحليفه اللي قتل المدينه، يقول له ان هذا واد مبارك، وفي روايات انه واد من الجنه. ويقول احد جبل يحبون ويحبه، وهو من الجنه جبل احد. فتحس ان الايه المدينه دي كلها يا اخي سبحان الله صارت جنة لما سكنها النبي صلى الله عليه وسلم، وما زالت والحمد لله. قبور الصحابة والأولياء على مر العصور المدفونين في المدينة، مش قبر المؤمن روضة من روض الجنة؟ فبقت كم جنة؟ بعدد القبور جنة، في 10,000 صحابي ب10,000 روضة من الجنة، كل قبر روضة، إلا قبر نبيك سبحان الله روضته تخرج بره عشان تاخد الزوار يقعدوا فيه. شفت بقى؟ يعني كل مسلم روضة الجنة بتاعته على قد قبره، إلا النبي روضته خرجت لأنه رحمة عشان ياخد زائري يجلسوا فيها. فالمدينة مكرمة مشرفة معظمة، خلقها الله لنبينا، منذ أن خلقها الله دي خلقها لنبينا، بتعد له صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله كان يكره الناس في الإقامة فيها، عشان كده كان فيها حمى، علشان كمان ما حدش يكون فيها كتير، عشان تفضل بكر كده لما يجي نبينا. حاجة غريبة، وما كانش يقعد فيها إلا اللي عارف شرفها، زي بعض اليهود العلماء، علماء اليهود كانوا عارفين إن دي مهجر النبي الخاتم، وكان عندهم علم من التوراة، فسكنوها يا أخي من أكتر من 1000 سنة. ساكنينها مستنيين النبي عشان يؤمنوا بيه، لكن تيجي أولادهم بعد كده وأحفادهم يكفروا بالنبي، سبحان الله، مع إن آبائهم وأجدادهم اللي جم سكنوا المدينة ما سكنوها إلا انتظارا لنصرة هذا النبي، لأن عارفين إن دي مهجره، يعني عارفينها أكتر ما هم عارفين عنوان بيوتهم. فالمدينة دي اعرف إن ربنا خلقها بقعة من الجنة،